ساتين. المهرجان 31، تخيلوا لو مفيش مهرجان الموسيقى العربية كان ده هيبقى لا 31 ولا 30 ولا أي رقم نادي. ليه؟ طب إيه اللي خلى المهرجان وصل في نجاحاته إلى الدورة 31؟ أولاً تأكيد أصالة الموسيقى العربية، لأن ده اسمه مهرجان الموسيقى العربية، يعني المطربين من مصر لسوريا لبنان لأي بلد عربي، هي الشمس، هي المظلة الواقية لكل الغناء على أرض مصر. طب أرض مصر فجأة لقينا الشجرة اللي هي شجرة الغناء التي تنبع من خلال المهرجان لها فروع. الغناء ليس كل ما نسمعه وليس ما نسمعه، ولكن الغناء هو الشجرة الأصيلة المتأصلة بجذورها في الأرض لها فروع. هذه الفروع بيطلع منها أنواع الغناء، تصنيف الغناء، كل أغنية لها فورم، كل أغنية لها شكل، من أغاني دينية، أغاني وصفية، أغاني عاطفية، أغاني تاريخية، أغاني وطنية. هنقعد نقول للصبح، فجأة بقت أغاني تربت تبتير. يعني إيه؟ يعني فجأة طلع حاجة اسمها أغاني المهرجانات. حلو الكلمة ومعناها العالمي خطير، أما معناها المحلي فجاهل. من أطلق هذه الجملة تسبب فيما نحن فيه من سمع، مش عايز اقول من سمع لانه من سمع هي تحريك العضلات الجسديه ليس سمع، التنطيط زي القرود ليس سمع، زار المقوديه ليس سمع، ان احنا نتنطط زي القرود وبعدين نقول ده فن ويطلع اللي بيدافع عنه. في بعض الاعلام بيدافع، وفي بعض الاعلام مكسوف، وفي بعض الاعلام القله زعلان. الله طب ما تعمل زعلان، قول انا زعلان، قول مش عاجبني، ايه اللي تخوفكم؟ الله هو هيفضل واحد بس هو اللي يدب وعمال يقول الحق اولادنا. الجيل القادم الفاظه بعد ما كان بيقول نشيد في الصباح في المدرسه بيجوا اولادي يقول لك ايه والنبي اغنيه كذا. انا طبعا بقول كذا لان عيب اقول اللي بيقولوا الاولاد اطفال، فبس الطفل منهم بيقول له مين مثلك الاعلى؟ قال لي علي موزة. علي موزة مين؟ علي موزة يا ابني؟ هل يا الله تفكر رب عظيم؟ ده قلب. طب محمد ابو ابرح فين؟ طب سيد درويش راح فين؟ طب اصولنا الجنائيه راحت فين؟ هذا المكان هو الذي يحافظ على اصولنا الجنائيه، هذا المكان الذي لولاه ما كنا نملك اذان. ودنا دلوقتي بقت في عينينا، فاكرين زمان لما كنا مش عارف رجلينا في ايدينا وحاجه؟ لا، ودنا بقت في عينينا. مطرب مش شايفينه عينينا مش هتسمعه. طب المدرع فين؟ لا عندنا بدل العضلات. طب الحكايه دي هتستمر امتى؟ هناك من يدافع عنها. تخيلوا بقى بعض القنوات بتستضيف هؤلاء يدوها كانه بيروي الشجره تاني، فالفرع الميت هو اللي عمال يحيا. الفرع اللي في داخل الغناء هو اللي عمال لاقي نفسه الموت. طب الى متى؟ لما بتيجي نحضر حفلات مهرجان الموسيقى العربية ويطلع يغني سين من الناس، بيطلع أغاني قيمة. الناس العربي اللي بيقولنا من الدول العربية جايين لنا ليه؟ لما كان في حاجة اسمها ريادة. أين الريادة؟ بقت بيادة. طب مين مسؤول؟ مش عايز أقول لحد يزعل مني كتير، هيزعلوا مني كتير. في ثلاث وزارات: ثقافة، سياحة، إعلام. الإعلام يجب أن ينشر حفل زي حفلاتنا دي، كان المفروض الأمة العربية انتهت بتزحها. مهرجان الموسيقى العربية كل القنوات كانت لازم تذيع. طيب حفل زي ده السياحة انتشر، حفل زي ده كان عندنا أصوات كتيرة من أصول الثقافة تجينا. هنعمل من أصول الثقافة جنة غناء، بدل ما احنا بطلنا ولادنا الصغيرين انهم يروحوا الورش فكلهم اتجهوا للغنى. طب يا ريت الغنى، ولكن مش عايز اقول اللي بيقولوا الاولاد ايه، مش عايز اقول ان لولا اقامه هذا المهرجان واستمراره للدوره ال 31
ما كنا ان احنا اللي قاعدين هنا، كان زمان علي جزر وليه فكرة وعلي كرار. فهماني ولا انا بقول كلام تخريف؟ يجب ان نستيقظ بدري قبل ما نسمع هذه الاغاني نكون احنا صحيين قبلها. مش بقول نمنع، نكتر الاغاني الجيدة. ليه مهرجان الموسيقى العربية بيجوا من دول عربية؟ هل بيتعرضوا الاغنية اللي بتتقال دلوقتي؟ لا، بيتباهوا بانهم يغنوا عبد الوهاب، بيتباهوا بانهم يغنوا لعبد المطلب الزبالي، بيتباهوا انهم يغنوا لام كلثوم، بيتباهوا. ففين التباهي ده لما يطلع ولد يقول لي طفل يقول لي علي موزه؟ اذا هد الهرم ملوش لازمه. تعمل ايه بالهرم؟ هرم الغناء هو ايه؟ هرم الغناء هو مهرجان الموسيقى العربيه. الا إيه نؤكد هذا وندعم هذا ورجال الاعلام بالذات يبقوا ورا المهرجان، مش بندور ساعات. الحمد لله يعني سيد مدير الاوبرا قال لك ان في راعي، هذا الراعي كان لازم يجي من زمان. ايه اللي كمان نعلم اننا ما يجي؟ لا، لا يحصل كذا، لا لا يقولوا كذا، لا لا ايه ايه ده؟ العالم كله دلوقتي شغال على السبونسر اللي بيدعموا المهرجانات. اي مهرجان في العالم، يعني انا اذكر في مهرجان كان تكريم بوب هوب، فريق اغوان جابوه على الهواء، كان ريجن هو رئيس الجمهوريه، فقال له بوب فاكر لما كنا بنعمل كذا وكذا؟ يقول له ها، فاكر لما حصل كذا؟ قال له انا بعت لك هديه لان النهارده عيد استقلال امريكا. بص على الشمال، بص على الشمال، لا نانسي ريجن داخله بتغني له مع الاوركسترا. فين الغنى ده اللي في حياتنا اللي مع الاوركسترا؟ انتوا عارفين الاوركسترات النهارده عباره عن ايه؟ 15 مظهر وكيبورد. هل التشكيل ده بجيب نايم مع كيبورد مع كمان جلبان ما هيوديني فين؟ ولكن اين الشغل الاوركسترالي؟ الموسيقى العربيه بدات انها تاخد كلاسيكيات تتوزع اوركستريشن، تتعرض الاعمال بلغه العصر. فين ده؟ هل بلغه العصر دلوقتي؟ اقول لكم بس عيب ولا بلاش؟ كفايه ثلاث كلمات دول بعد عيب ولا بلاش؟ عايز ادي كلمتي اللي انا هبدا اخوض في حاجات ما احبش اتكلم فيها. شكرا للمسفر الكبير حلمي بكر. تاكيدا لكلامه، تظل دار الاوبرا المصريه هي مناره للثقافه وللفن والمعرفه، ودائما وابدا هي مكان يعني لنشر الوعي في مختلف المجالات، في مختلف الفعاليات الفنيه اللي بنقدمها.